اختتام مشروع تدبير لتكوين باحثين في السياسات العمومية وكتابة الورقات السياسية. المشروع هذا استمر على مدة سنة كاملة في تدريب الباحثين من اختصاصات مختلفة على كتابة الورقات، وتلقاو أكثر من 30 حصة تدريبية في شأن. كان عندهم خلفية بحثية سابقة لكتابة الورقات، مواضيع ورقاتهم كانت مواضيع راهنة وعندها علاقة بالنقاش العام المطروح، فهي تأتي ورقات في سياق إما خلق نقاش عام جدي حول الموضوع أو ترشيد النقاش الموجود فعلا. أيضا اليوم كان فرصة للإعلان عن القسم البحثي لمؤسسة الياسمين البحث والتواصل وأول برامجه اللي هو برنامج المدينة اللي بشي يشتغل بالأساس على السياسات العمومية وتنزيلها في السياقات المدينية، خاصة بمقتضى المبادئ اللامركزية الدستورية الجديدة وتعميم البلديات على كامل تراب الجمهورية. بطبيعة الحال أول مدخل كان حول السياسات العمومية، أزمة اتساق الاستراتيجيات وتنزيل السياسات، ثم أخذنا التنزيل متاعه في الجانب الاقتصادي. فتحدث صديقنا حمزة المدب حول مسألة الاقتصاد الموازي الموجود في قلب يعني هوامش في قلب السلطة، ثم سينابيل سميدة تحدث على السياسات العمرانية في تونس كمثال لأزمة الاتساق المذكورة. ثم أنا خذيت الانعكاس في بروز الظواهر الراديكالية كتفرز أو كانعكاس مباشر لمسألة الاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الموجود ليس بين الجهات فقط، بل حتى بين الأحياء المختلفة من نفس المنطقة. فهذا هو كان الإطار العام للحصة الصباحية. الحصة المسائية كما قلنا يعني هي لتقديم ورقات السياسات ويعني تتويجها بشهادة الباحثين، ثم إدماجهم في المشروع البحثي الجديد الذي ترنو مؤسسة الياسمين للقيام عليه من خلال إدماج ثلاث برامج: برنامج في الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وبرنامج في إنتاج باحثين في كتابة ورقات سياسية، وبرنامج في تمكين المجتمع المدني من هذه الآليات، يعني المجتمع المدني بكامل أطيافه وعلى كامل تراب الجمهورية. وفي المرة هذه إن شاء الله سنركز على المناطق الداخلية.